طيب كلمني عن دور الأمين العام الباشمهندس تيسير مطر. الأمين العام للتحالف هو الدينامو والمحرك الرئيسي لهذا التحالف، وهو اللي بيقوم بالتواصل مع كل رؤساء الأحزاب، وهو اللي بيعد مشروعات البيانات اللي تطرح على المجلس الرئاسي للموافقة عليها والضرر. يمكن عاوز أقولك بقى عن مبادرة يمكن لأول مرة يتم الكشف عنها في هذا البرنامج، هي مبادرة تسوية وحل النزاعات القائمة بين بعض الأحزاب. يعني لو في نزاع بين حزبين، لا لا زي لا لا قاعدة عرفية، لا 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 أو مش نزاع بين حزبين، في بعض الأحزاب في مصر هناك نزاع على رئاستها بين شخصين، يعني كل شخص بيتنازع على رئاسة الحزب على كرسي الرئاسة، وبالتالي هذا النزاع بيجعل لجنة الأحزاب واللجنة المنوط بها الاعتراف بشرعية أي حزب بترفض الاعتراف بأي رئيس منهم، وتقول ان الامر يتحل قضاء او رضاء، يعني اما تحلوه بالتراضي او بالتقاضي، وبعض الاحزاب بتروح هذه القضيه امام المحكمه. المهندس تيسير مطر ولاول مره في تاريخ الحياه الحزبيه منذ ان نشات عام 76 حتى يومنا هذا يشكل ما تسمى لجنه حزبيه لفض النزاعات بين الاحزاب المتنازع بينها وداخلها. واحنا شايفين صور مع الناس، هذه اللجنه الاجتماعات اللي بتكون يمكن ده اجتماع المجلس الرئاسي، اجتماع المجلس الرئاسي للتحالف، مهندس تيسير وجنبه المهندس حسين ابو العطا، وشايفين المستشار جمال التهامي، سياده اللواء رؤوف، الناجي الشهابي، موجودين عفه السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، وايضا من القيادات الرئيسيه وفي المجلس الرئاسي للتحالف. وبعدين من الحاجة المهمة ان هذا التحالف بيدار بإدارة جماعية، لا يوجد احد ممكن ان نسميه رئيس التحالف. هذه مقولة غير موجودة، ودي اللي ساعدت وساهمت في استمرار هذا التحالف، عشان كده لان اي تحالفات سابقة فشلت كان فيها بسبب رئيس النزاع ان انا عاوز ابقى رئيس هذا التحالف فبيفشل. ازاي تبقى رئيس على رؤساء؟ صح. فالمهندس تيسير منذ الوهلة الأولى عندما وضعنا الوثيقة اتفقنا أن إدارة هذا التحالف تدار بإدارة جماعية، معنى كده أن في 42 رئيس بيديروا هذا التحالف. ما هم بيديروه، بس بيديروه بشكل إيه؟ أن إحنا في كل اجتماع بنتناوب الرئاسة، يعني رئاسة هذا الاجتماع. يعني زي ما أنت شايفة كده في الجلسة بيبقى المهندس تيسير ومعاه 2 من رؤساء الأحزاب، في اجتماع آخر 3 آخرين قاعدين على المنصة الرئيسية، في اجتماع ثالث 3 آخرين غير التلاتة دول. طب بناء على إيه بتختاروا ده؟ لا ما يعني ما فيهاش يعني معايير الاختيار، لأن كله هيتولى الرئاسة، هيجي عليه وقت يبقى هو رئيس الجلسة. يعني على حسب يعني احنا الموضوع، بنعمل احنا عندنا 40 رئيس حزب، وعندنا بيحصل يعني في السنة فوق 60 اجتماع. يعني معنى كده ان ممكن الرئيس الحزب يقعد مرتين على الكرسي، يعني يقعد مرتين ويقعد ثلاثة، يعني لان هو ده شيء حاجة جميل جدا، هو بيدير الجلسة لكن مش بيؤمر على حد. لا يوجد مسمى رئيس التحالف، في امين عام للتحالف في مجلس رئاسي للتحالف.